سلام. في إطار تحضير ليميسيون اللي باش تعدى نهار الخميس الجاي، عندنا فقرة صغيرة نطالب من عباد اللي يحبوا يشاركوا معانا بيان سور يعملوا لنا ام بتيت فيديو سامباتيك ينقدوا فيها فازت اللي صارت متاع انسانة منعوهم للسفر الإمارات، وباش نختاروا منها دو ولا تروا ولا كات فيديو احسن فيديوهات ونبارتاجيهم ونحطوهم في ليميسيون ونعملوا عليهم كومنتير، خاطر باش نحكيو شويه على الموضوع هذا. اون بلوس اللي يحب يعمل فيديو يبعثه لنا على الباج نتاع التاسعه، يدخل في الباج نتاع التاسعه تلقى اليام نتاع الباج عبد اللي شو تام تايم يبارتاجيها غاديكا، ونحنا نفرزوا لي فيديو لي بلو سامباتيك ونعدوكم نعديوهم اي بيج تايم. كان عملتها راكم خلقتوا لطفي العبد اللي اخر مش اللي نحبوه. انا نتفكر يمكن اول موقف اللي اثار الانتباه وقتها، وقت اللي قلت انا كان يجيني قد المالح نكور بيه هكا ولا ذاك اول موقف اثار الانتباه دون لو سونس، خاطر انا وقتها جي ديكلاري باش نعمل وان مان شو. اما وقتها ما زلت مانيش سور باش تنجح الوان مان شو، الكل الناس الكل قلنا او توا بربي معناتها بجد هو ديجا حتى كي نجحت الكل هم من بعد ابار هذاك بعد من الاول ساعه قال لك هذا شكون باش يقول لك تونس كل سبتني سيرتو لي بتي بورجوا اي سو برون بور كي شكون بربي هذا بوس سو كومباري قد الملاح. ومن بعد ما نجحت المسرحيه الكلهم هاو يقلد في قد الملاح با توا سا ديسباغي ان بو باسكو ايزون كومبري كو نحكي على وقعهم التوانسه قد الملاح اني كوني با دو تو قد الملاح سي فري عنده هكا عربي شويه ويعرف والدنيا مي معناها دوتر بروكيباسيون بلوس فرانكوفون فرانسيز كو تونيزو تونيزيان دونك هذيك سيتي دو لا بروفوكاسيون دو ما بار اوسي مي حبيت نفهمهم. هي جمله تقالت ما تقالتش هكاك، هي تقالت جمله طويله قلت انا معناها قد الملاح كان نجي لتونس نكور به دون لو سونس افيك تو لي مويان كي لا سي نورمال كي ريوسي بون الى لو تالون، خاطر نحكي توجور اون ايفيدونس لو تالون الى مانيش نحكي واحد ما عندوش تالون، ما عندكش تالون في فرنسا ولا مش كان يحطوا لك لي مويان، كان درجك يحط تلفز كل يوم يحكي عليك سي كالكان دو تري تالونتوي مي تالونتوي مي الناس وقفت معاه غاديكا وفرنسا تخليك هنا. كي انا باش نعمل وان مان شو نلقى عندي برشا عارقيل برشا مشاكل، اول واحده النص شكون باش يكتبه لك؟ دو ما تنجمش تقول اللي تحب في تونس قد الملاح تقول اللي يحب. يا ما انت هاك اليوم تقول اللي تحب في مسرحيتك في مسرحيتك، انا نقول مسرحيتك خاطر انا شفت برشا فيرسيونات منها معناها اللي نحب نقول اللي نحب مي جو باي توجور ان بخي تهددت بالقتل. يا ما لطفي انا حضرت لك ما تعدي جمعتين فما حاجات ما تتقالش معناتها معناها فيهم شويه جو باي لو بخي اما تقولهم يهمكش ما هو انت شنو انت وصلت قلت للجمهور كان معناها باش تنتقدوني ولا مش عاجبكم تفضلوا مش لازم تجيوني. لا مش تنتقدوني، قلت لهم وليت نحكي مع الجمهور يعرفني ونعرفه، قلت له اللي جاي باش يقول لطفي العبد اللي مش متربي ومسرحيه مش متربي عليهم 5 سنين قاعدين يقولوا مش متربي ديجا وجيت ليا 5 سنين قاعدين يقولوا مسرحيه مش تاع عائلات ومش متربي ويجي ويجي كلهم عائلات ويجي عائلات دونك هذيك اللعبه ما بين التونسي مع روحه اللي يحب يمشي لها سكيزوفريني انا نفقحها بالوقت، خاطر خدمتي زاد نحط يدي على الحاجات اللي التونسي اللي تابو والحاجات التونسي مازال ما تحررش منهم. قلت لك مي جو باي لو بري معناها وصلت هدت بالقتل وصلت باش نموت وصلت هبطت فيا فتوات وصل العريض وقتها جبد البوليسيه نتاعو وقعدت نلعب شهر كامل دون دي غران فيستيفال بلاش واحد وصلت نحوس معايا سونغ ارت كور مش عارف روحي وقتش نخرج من الدار وقتش نرجع لها. هذا الكل على خاطر اتكلمت وصلت وزاره الثقافه ماخذه مني موقف وصير الوزير اللي فات قال لطفي العبد اللي زوبع في فنجان في كاس، قلت له انت وزير في فنجان معناها وصلت معناها صاروا لي برشا حاجات اللي العباد ما يتذكروهمش. وصلت ممنوع من التلفز وصلت ممنوع سنات نحيت من عورة الهواء من التلفزة التونسية على خاطر بديت رأيي في التلفزة التونسية شاك فوا نقول رأيي معناها معناها نحكي لك الصراحة جمهور يجي خاطرني صريح ويحبني الحمد لله مي يا دي بري كو جو باي كو دوتر ارتيست يقول لك فك عليا بيبان ما نحبش نحلهم انا اخويا نحب الناس كل تحبني. هي ما زاد لطفي انت كاينك زاد كارتة تلعب فيها معناتها اليوم تعرف روحك اللي انت مثلا الناس ولا تستناك شنو باش يقول شنو البوز اللي باش يعملوا الناس تستضيفك باش يعملوا بيك بوز اليوم ما تتعداش ان ابيرسو معناتها هذيك زاد جزء من نجوميه اليوم لا نعرف ما نقولكش ليه راهو هذايا معناها نستعرف به معناها انت ماكش ضيف عادي تتعدى والله ينجموا يزابيوك بالعكس حتى اللي ما يحبوكش يتفرجوا عليك بروميير اكسبيريونس
انا وياك سيران بلاتو كليت بعض ومانيش معروف تتفكر صحيح ولا معناها وقمت وخرجت انا هكا ولا وقعدنا درق قداش ما نكلموش بعضنا وبعد رجعنا اصحاب لانك طفله باهيه وانا طفل باهي صحيح ولا معناها يوريك اللي هذه سيما ناتور شكون يعرفني وقتها اي صحيح معروف دوبلاش معناها مانيش كلي معناها كيما توا الناس الكل تعرفني فكيت لك الميكرو فكيت الميكرو وانا قمت خليت خليت البلاتو ومشيت تتذكر ولا دونك سيما ناتور Je ne joue pas un jeu. 2001. Imagine, من 2001 ومن قبلها وفي شمس عليك والدنيا. C'est ma nature. الله غالب. Je suis comme ça. نجم بعد ساعة. أما وليت شوف وليت أكيد النضج معناتها يلعب دور معناتها اليوم لطفي العبد اللي الخطاب متاعه ولا ركز كلمته في بلاصتها يعرف يوصل الميساج اللي يحب عليهم معناتها اليوم تخدم زيادة على الطريقة هذية معناتها. بيان سور أنت اليوم مش الفايدة راه تجرح العباد ولا تسبهم. الفايدة تقول الحقيقة. وتقول الشيء اللي العباد بتتر خايفة ما تحبش تقوله وقد ما عندك إلوكونس وقد ما عندك منهج تقول بيه وقد ما تهذب الحكاية حتى ولو تبدأ تولي توجع وتشوي علاش العباد ولت تقبل مني حاجات تقلق طبعا فماش ميسيون نتعدى ما يقعدوش جمعة جمعتين على الفيسبوك وعيب وبارتي ما يجيش وبارتي يجي وبارتي ما حقوش لكن كي تقول انت الحكاية وراها فكرة تو لا ديفون بلوجيك معينة تقبلها في الاخر العباد خاطر في الاخر يقول بون صحيحه ما حقوش اذا قال صحيح وما حقوش مش مشكل بور موا سي سي غاني لا بارتي ما تنجمش تجي في المطلق تبدا تهد تكسر وانت ما تبنيش باش تكسر لازمك تبني باش تجي تعطي رايك في عمل فني لازمك تبني بحذاه وزاد اون ميم طون لازمك تعطي شنو هو الباهي فيه في مشكل الخايب باش تعطي رايك في فنان ولا صاحبك ولا عبد ولا في مجتمع ولا ولا في وزير ولا في 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 حكومه يزمك زادة تعرف علاش تبني الفنان اليوم دوره أنه يعطي رأيه معناتها قدام الناس الكل في وزير وفي حكومة سا ديبون كيما تحكي على المغني اللي غصاب رباعي يغني على الحب مش دوره فهمتني يما ينجم يقول لك انا كيما نغني على الحب كيما نجم نغني اغنيه ملتزمه اخرى وقت كي يولي هو ينطلق في الانطلاقه نتاع الغن فما فرق ما بين غنيه ملتزمه فما فرق ما بين يخرج في ما ويحتي مسيرته ينجم يعمل برشا حاجات لا ينجم ما بخيك مثلا كي تعرف انت صابر باعي عمره مع تاريو مثلا في الحكاية هذوما ولا الاراء نتاعو تخي هكا اما شفناه صابر باعي عامل ولا تاريو معناتها اي ميتخي شويه دوبلاش يسموي با بوكو معناها تاريو خاطر جا في هكا خضم معركه وتونس الكل فدت تاريو مره فما فرق من فنان سبيسياليزي ولا علاش جبت على صابر باعي عندك مغرفه تصيرها لصابر باعي نحبوا برشا صابر بالعكس والله اللي نحبوا برشا صابر معناتها علاش عطيته هو كمثال عطيته مثال خاطر سي ماتنو سي نمبر 1 لا ستار دي شانتور و لو بلو هكا كالم لو بلو موديري في خدمته لو بلو بروفيسيونيل كيما لطفي بوشنير كيما مثلا اسمه محمد الجبالي كي ان غران ارتيست اوسي الناس ما تعطيش رايها برشا في البوليتيك حتى إذا خرج هكا كعبة صغيرة ويخرج ولكن المسرحي يلقى روحه أكثر خاطر المسرح نقد المسرح يلعب على الفايل المسرح نظرة على المجتمع ما ناش نغنيو على الحب نحن ولا نغنيو على طفلة هربت وما حبتش ترجع له من بعد لقى ما واحد شب منه وتعديلها بكرهب معناتها انت ترى اليوم الفنان التونسي اليوم يتهرب من أعطارايه في شنو يجري في الساحة فما ناس تتهرب فما ناس نقابلهم في الكوليس يعطي رايه ويقول لي في التلفزه لا على خاطر ينجم يسبوه ينجم يخسر جمهوره فما ناس ما تقبلوش يقول لك باش نعطي رايي في ناس انا باش نخسر ناس معينين حسابات فما ناس تقرا حسابات فما يقول لك يا خويا انا مغني ما يهمنيش لطفي مش خاطرك انت معناها في الخمس سنين هذيا النجاح الباهر والكومبلي اللي كل يوم عندك واللي ما تنجمش معناها ما نجموش يتحكموا لك فيه هو اللي خليك انت تقدم ربما كان جاو سكروا عليك البيبان هذوكم الكل يمكن راك تراجعت معناها شكون باش يسكر عليك البيبان هما سكروا علي ألف باب هو يسكر عليك باب وانت فنان تخرج له من باب الاخر انت مبدع انت فنان يعني ما تنجم تتمنع تنجم معناها نحن توا ما عادش في اجواء تمنع. انه تتمنع معناها تمنعت الف مره تمنعت من التلفاز تمنعت من الراديوات تمنعت بعد من ما عملت اسم وبعد ما سيء بعد ما عملت اسم ولتوا قاعد فما حاجات نتمنع منهم فهمتني شنو نقصد معناها ما يقلقوا حد هما كي كانت النهضه قبل في الحكم يهزوا المهرجان يكلموه يقولوا ما نحبوش لطفي يلعب عبد اللي يلعب ونتلغاه من مهرجانات معينين والا مثلا المهرجان هو بيدو يلقى روحه من بعد جمعه جمعتين عيط لي خاطر عمل فايت ولا خاطر ما الفنانين اللي جابهم ما دخلوش الشباك وجمهور طلب قال نحب لطفي لعبد اللي انا ربحتها لابارتي اوترومون ما تتمنع لكن انت اليوم كي داخل في معركه كي لازمك تكون قدها ولا لا ما تدخلش في معركه وانت تخسرها وتدقدق في الاخر
تدخل في ماركة أنت تكون قدها ولا وقابل أنك تتمنع وقابل أنك تشد دار وقابل أنا قابل فكرة أنه معاش عايت لي حد ومعاش تعيت لي حتى راديو ومعاش تعيت لي حتى التلفزة كان كلمتي صحيحة باش نعبر بها على 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 أفكاري باش نعبر بها على المجتمع التونسي كان فكرتي صحيحة وتقالت أنا مقتنع بها وتمنعت غدا معاش تراني في حتى مسلسل معاش تراني في المسرح ومتمنعت نقبلها حس في نفسك اليوم اليوم كان فما مسلسل باش يتخدم وتأجل هذاك اللي أنت كنت زاد باني عليها إيميل وكي ما عملتش نعورة لهوة تقلقت نو نو با دي تو كل دار فكرها أنا ما نكذبش عليك باش نعطيك تو سامبلومون أنا راو كي نعمل في البارتي قبل رمضان وجي سيف وواحد كي نعمل